مرحبا، يعطيكم العافية والسلام للجميع. اليوم بدنا نحكي عن شيء جديد عم بيصير في منطقة اسمها بونتياك. احنا في اوتوا، بونتياك في مقاطعة كيبيك، بعيدة عنا حوالي 40-50 كيلو. تذكروا اذا انتم مش عاملين سبسكرايب لهاي القناة تعملوا الان، واذا مش كابسين جرس التنبيهات تعملوا الان، واذا عجبكم الفيديو اعملوا له شير لايك، واكيد اكيد اكيد احضروا الفيديوهات السابقه والفيديوهات الجاي. قرر مستشفى بونتياك قسم التوليد اغلاق قسم الولاده لمده 6 اشهر. نعم، مده 6 اشهر. للعلم، من أغسطس 2019 إلى الآن أغلق هذا القسم لمدة 14 مرة. ليش؟ لأنه في عنده نقص مش طبيعي في أعداد الممرضات والأطباء. عنده فقط 4 ممرضات من 12 ممرضة كان لازم تشتغل في هذا القسم، وعنده فقط 2 من 5 أطباء، فمش قادرين يسووا شفتات. يعني أنا مش عارف ليش مش عاملين مثلا بس هاف شيفتس، أور المهم مش قادرين يسووا الشفتات لأنه ما في أطباء ولا ممرضات موجودين في هذا القسم بما فيه الكفاية. فقرر المستشفى يغلق هذا القسم لمدة 6 أشهر، ووعدوا أنه ما يكون هذا الإغلاق نهائي، وأنه يرجع القسم لعمله بس يقدروا يعملوا ريكروتمنت أو يشغلوا ممرضات وأطباء أكثر. طبعا هذا بيرجعنا لنفس القصة أو نقطة الصفر اللي بنحكي عنها، إنه للأسف معادلة الشهادات للأطباء والممرضين والصيادلة والمهندسين معقدة في كندا، وهذا بيؤدي إلى نقص شديد في عدد الأطباء والممرضين والمهندسين وبشكل عام اللي ممكن يدخلوا سوق العمل بعد عناء طبعا. فالموضوع يعني مش سهل علاجه. يعني هذه المشكلة لها سنوات في كندا، وكتير ناس بيعانوا منها، سواء على المستوى الشخصي انه يشتغل بوظيفته او في عمله، او ايش نحكي انه يشتغل في البروفيشن تبعته، او بالنسبة للناس اللي تانيين اللي مثلا عايشين الان في منطقة بونتياك وعندهم مثلا ولادة مفروض الآن يروحوا على مدينة جاتينو اللي تبعد عنهم حوالي 15-20 كيلو عشان يقدروا يحصلوا على العلاج اللازم أو الولادة. فيعني هذه المعاناة اللي بعانوها كتير ناس في كندا وبفهموها اللي عايشين هون. القطاع الصحي، القطاع الصحي للأسف في مشكلة كبيرة، أنه في نقص كبير. في طبعا في قصة مشهورة في بريتش كولومبيا صارت قبل سنة والإذاعات حكوا عنها، وهذا في منطقة أو قرية صغيرة ما في عندهم أطباء منذ فترة طويلة. فقرروا أنه يعملوا ريكروتمنت أو يجيبوا طبيبين من ساوث أفريكا. هاي جيمس، هاو ار يو؟ جود. قرروا يجيبوا طبيبين من ساوث أفريكا عشان يشتغلوا في هذه القرية. طبعا اللي كان موجود في القرية ممرضة، وهذه الممرضة كانت عندها أوثوريتي انها تعطي أدوية، مع انه يعني بس ما في مجال غير هيك. فلما جابوا الطبيبين عطوهم temporary licenses لمدة 2 سنين يقدروا يعالجوا الناس، بشرط انهم يتقدموا للامتحانات بعد خلال هاي 2 سنين. طبعا بقول لك من الضغط اللي كان عليهم الكبير بسبب التراكم الأمراض والمشاكل، والناس كتير مش قادر تلاقي دكتور، فما حدا كان يروح، ما كان عندهم وقت. كانوا يشتغلوا من 8 الصبح للتمانية تسعة بالليل، يعني يدوب يرجع ينام يأكل ويرجع تاني يوم على الشغل. فللأسف ما قدروا يجتازوا الامتحانات. طبعا قانونيا خلص سحبوا منهم الترخيص وما بيقدروا يشتغلوا. الناس طبعا ضجت وصار حكي وصار كلام انه هاي الامتحانات هي فقط تعجيزية. قالوا لهم تعالوا شوفوا شغلنا، احنا عندنا من 2 سنين بنشتغل بنعالج ناس، شوفوا على ارض الواقع. للأسف الكونسل تبع الأطباء
او بسموه هون الكوليدج، رفض ذلك وقال انه في رولز ولازم تمشوا بالرولز، وطبعا عقودهم وروحوا. ان شاء الله تيجي government هيك تقدر تشتغل فعلا وتحل هاي المشكلة في كندا، لانها مشكلة عويصة و يعني بتأثروا منها كتير ناس. كندا دائما بتطلب اطباء، ولما يجوا هون بيعانوا من موضوع المعادلة، نيرسز اهون شوية بس نفس الاشي. فان شاء الله يقدروا يعالجوا هاي القصة. حبيت اشارككم وديروا بالكم. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.